نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة، تم الكشف خلالها على ما يقرب من 600 مواطن. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا. تأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية.